على صعيد الحته الهجوميه اللي حضرتك بتتكلم عليها، حضرتك بتقول من شويه ان غالبا كل تفاصيل مباراه الاهلي مع الانتاج الحربي مش هتتكرر بكره ان شاء الله، بس في تفصيله واحده ممكن نقف عندها ونشوف يا ترى هي كمان ممكن ما تتكررش ولا بالعكس ده مطلوب انها تتكرر، وهل هي كمان مغامره محسوبه ولا ايه فكره الدفع بثلاثه راس حربه؟ الاهلي بكره ان شاء الله موسيماني واللعيبه اكيد عايزين ينزلوا ويخلصوا من اول لحظه كويس، ففكره وجود ثلاثه راس حربه بتساعد في التخليص اكيد مليون في الميه، بس حته الثلاثه راس حربه من 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 رابع المستحيلات اغلبيه المدربين او مستر موسيماني ان يبدا بيها المباراه، ثلاثه راس حرب او اربعه مهاجمين مع بعض، الحاجات دي كلها اثناء السيناريو بتاع المباراه، لما لا قدر الله الفريق مثلا يجي فيه هدف او يبقى فيه تعادل وانت عايز تكسب، فعشان تكسب معاك اوراق رابحه بره على البنك وفي تغييرات في الملعب بتبقى ايه هجوميه، فبيدي مهام بيحرر بعض لعيبه الوسط، يعني شفت انت مثلا ديانج عمل مباراه كويسه جدا. بياخد الكوره من على ال 18 بتاع النادي الاهلي بيجري بيها 30 متر 40 متر 40 يارده يوصل بينقل فرقه النادي الاهلي فوق، ومنها جه الهدف اللي هو مشي بيها من تحت لحد ما وصل لمعلول عمل الكروس، فحته الثلاثه فرود انا مؤيد حضرتك ان هي ايجابيه جدا جدا لما تكون عايز تكسب، بس دي بتبقى اثناء سير المباراه، يبقى في تغييرات تكتيكيه في الملعب، اشيل مدافع احط نص ملعب مهاجم، اشيل نص ملعب مدافع ديفندر اروح حاطط فرويد صريح، ازود عدد الفراوده اللي فوق، فالمحصله في الاخر بتلاقي العدد زاد زي ما اتفضلت كابتن كريم ان في ثلاثه مهاجمين، في اوقات الثلاثه وفي كمان الظاهرين بيبقوا طايرين بيبقوا اجنحه، زي انت لو شفت في المباراه اللي هي الاخيره بتاع دوري الابطال لقينا علي معلول كان فوق ولقينا اكرم كان فوق مع الفراوده، كان عددنا كتير جدا قدرنا نحرز ثلاث اهداف، فهي دي بتبقى مميزه وكويسه بس حسب سير المباراه، فدي طبعا بتبقى ايجابيه للفرقه ان يكون في ثلاث مهاجمين.